هناك موجة حقيقية للموجة الجلاكسية، هناك عودة والخروج من ضيق الحضارة الغربية إلى سعة الحضارة العربية الإسلامية، إلى الأوطان التي تنمو الآن، الأوطان هذه التي تتطلع للتطور للازدهار لمغادرة التخلف. نحن أدوات هذا التغيير، نحن أدوات بناء هذه الموجة نحو الانتقال من عالم الثالث إلى عالم التقدم، إلى عالم التقنية، إلى عالم الذكاء. نعم. الذي لا يجب أن يبنى الآن وليس غدا.